أحسن الله إليكم. هذا السائل يا شيخ أبو إبراهيم يقول في سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة، لماذا قدم الصبر على الصلاة؟ لأن الذي ليس عنده صبر لا يستطيع الصلاة ولا غيرها، بل يترك الصلاة بسبب أن الصلاة تتطلب أحكاما، والمداومة تتطلب المداومة عليها والمحافظة عليها، فلا بد من الصبر. الصبر الذي ليس له صبر لا يستطيع أن يقوم بأمور دينه. نعم.